فيها عارفينك بارع. انت صايع عويل ولا حتى زرعك زارع، والامور اللي بالك فيها فيها عارفينك بارع. ولا راعيت الابوك ولا بصيت الابوك اللي مع المرض بيسارع، وجيتك مثل الله بتعاكس حريم الشارع. انت صايع عويل ولا حتى زرع زارع، والامور اللي بالك فيها فيها عارفينك بارع. ولا بصيت لابوك ولا بصيت لابوك اللي مع المرض بيسارع، جيانك مثل الله بتعاكس حريم الشارع. مريض عاوز لك مخصصات بارد، وعرشك ميت واكبر واحد ببصبصات، والبعد غني معاك انت كبير ما صغير ست، البعد غني معاك انت كبير ما صغير ست، البعد غني معاك كبير ما صغير سن. بقى في الشارع مش اكون قدام علينا وعتقول تهمينا،
جسمك وبالدلايل عثمان رجيل والزي بلايل بالاسباب وبالدلايل ولو عدت اسبوع وما شفتش الهلايل ببدا على امري مغلوب ما حبتنا ليكم جابتنا وربك يعلم بالقلوب صورنا عملنا مباشر انتوا احسن ناس ليكم معاشر صورنا عملنا بس مباشر وما فرح لما باقي بشارع 11 كانه عسل وفيه مقبول محبتنا ليكم جابتنا ربك يعلم بالقلوب ورد عليك عسل شباب الديبات ورد فضلنا السامي ان شاء الله شارع 11 مشاهدينا مشاهدينا مسلمين فضلنا السامي سهره خاصيه ممتعه ممتده من فضل السامي عشان ضيوفنا تنزل احد المناطق المهمه في مدينه اسوان لاحياء فن التراث حبيبنا وفن الجمهوري مع بعض الدراوي نكمل مقطوعات مختلفه مقطوعات بتجمع ما بين الحزن وما بين الفرح بتجمع ما بين تراث العشاق ما بين اهي خانات يلا يا دراوي اهو مع بعض حاليا اهو بيتم دخول مجموعه ومجموعه فرحه وبهجه فرحة وبهجة ممتدة سهرة أسوانية حتى الساعات الأولى من الصباح الناس كلها على قلب رجل واحد هدفهم الفرحة هدفهم البهجة هدفهم ان هم يتخلوا عن الهموم مع الرقص والفن الشعبي والتراث هو فن الكف هتبدأ دلوقتي مقطوعة برضو ما تنساش نعم العريس وقواله الصمتة وضربه أرمان كناس أرمان بينسوا العريس الليلة ذو الألف مبروك والبركة خوال العريس بينسوا العريس ذو الألف ألف مبروك ونسيب العريس بيبارك العريس عبد الرحمن يقول له ألف ألف مبروك وسواقين نص الليل وعفاريت نص الليل النفط وهدف النفط عمي حبيبي أسوان بتفرح أسوان حتى الساعات الأولى من ساعات الصباح متعايشة على قلب رجل واحد لإحياء فن التراث الأصيل وهو فن الكف مع واحدة ألمع النجوم معلش يا شباب يا اخواننا الواقفين عشان الدور ده ياخد حقه بس اخواننا معلش كل راجل واقف قاعد نفسه هنبدا مع خانه جديده مع مجموعه جديده مع فن جديد مع كلمات جديده هتجمع ما بين الاحزان والبهجه هتجمع ما بين فراق العشاق وايضا ما يتعلق بالهموم والازمات الاجتماعيه كل ده هيكون في خلطه لا مثيل لها في فن التراث الاصيل وهو فن الكف الله ينور يا فنان الله ينور عليك الناس كلها بتحبك الله يخليك يا فنان الله يعزك
اهو مع حضراتكم اللي بيسأل على اسم الفن ده، فن الكف. الصعيد هو الحاضن الأصيل لفن الكف والتراث الأصيل لهذا الفن الذي لا مثيل له، وهو طبعا أيقونة البهجة. اهو هنبدأ مع بعض، خليكم معانا، سهرة وأمسية ممتعة وممتدة حتى الصباح. أسوان اليوم لا تعرف طعم النوم. بنات كالنفس أجيب البابا.
علشان
والطيب والاخضر ليك اهو بيحريم وانا ابنيتي اقدم لك كل المطايب لأصولها متعاود ارجع لأصولها متعاود هتلاقي بعد المتعة وأصلنا على الثلاثي متعاود كان نفسي أجيب لنفسك ولد انت نفسك في ولد وانا برضه نفسي في ولد غنيت على المعنى الاولى بس برضه اعلى شويه يا رمضان عمار اعلى يا رجل انت ماشي سكه وانا ماشي سكه انت نفسك غني سباعي غن نفسك اجيب نفسك فيه هيشيل عني ولدي كثير قبلك لفيت وديني ما خليتش ولدك طول كان نفسي اجيب قال نفسك فيها مع حضراتكم في فقرة أخرى ولقاء آخر الله يخليك وهنواصل مع حضراتكم في مقطوعات متجددة أبو عمار أبو أميرة